نسمع انه النظام السابق نظام صدام حسين كان ظالمكم، كان يحبسكم بغضوانية، كان ما يخليكم تغنون او تنزلون اعمالكم الا تغنون للرئيس، كان ما يخليكم تسوون اشياء الا ما انه تقدمون عمل الصدام. لا ماكو شيء. منو قال لك بهالموضوع؟ الفنانين. يا فنانين. الفنانين قالوا كان حتى يخلون مسدسات براسنا تغني للرئيس. شوف حبيبي شوف راح احكي لك موضوع مال وانت عاصرت النظام السابق. احنا بنص كل الفنانين اللي طلعنا بالتلفزيون الشباب وقلت لك احنا بينا 30 مطرب كنا يتصلون علينا وتعال فلان مكان وتعال فلان مكان وتعال فلان مكان. اللي هو تلفزيون الشباب. تلفزيون الشباب والتجمع. وانتم كلكم عرفتوا بتلفزيون الشباب. تلفزيون الشباب والتجمع الثقافي اللي كان مقره مسرح المنصور. زين. مقابل فندق المينيا منصور. زين. شوف حبيبي. ماكو أي فنان جبر على أن يغني لرئيس دولة. ما جبره. واللي يقول لك هذا كذاب. يعني قشر. ما اجوكم الان 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 اسمعني اسمعني الان اي مطرب يطلع وهسه صار هسه بهذا الوقت احنا زمن الطشه الطش ياه طلع وقعد وحط ريجو قال لك استاذ عدي والله دز علي وذبني بالرضوانيه وزين صفر وسوى كذا. عم تهدوا 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 على كيفكم بويا ماتوا وراحوا كافحه تنفخون. يعني كذب؟ هم الناس كانوا يروحون يومهم يطلبوهم معدودين على أصابع حبيبي. يعني كذب؟ كلها طشة أخي. أكو ناس معدودة على أصابع خمسة ستة يروحون يمه. يم منهم؟ يم عدي فقط. بس. بس. وإلا هو يدز عليهم. إلا هو. زين. لا تقول لي فلان فلتان ياهو طلع وقال لك أنا والله طشيت والله ضربني والله حبسني والله هو باب الإذاعة ما شايفه. يعني هسه يريد يصير مناضل على اساس على اساس كان يوقف ابو جعده مثل ما هسه اكو ناس اكو ناس عالم كانت ما احترامات بذاك الوقت هو يبوك كبات ما سيارات ومسجلات وسيارات ها ونحبسوا ومن صار السقوط طلعوا من السجن قال لك انا المناضل الفلاني وتمشوا قام تمشوا ورا حمايات